مجموعة من السياح التونسيين الذين توافدوا على المدينة السياحية والترفيهية بالحمامات هم عينة من عشرات آلاف السياح المحليين الذين أصبحت تعج بهم الفضاءات السياحية في مختلف مدن البلاد. انتعاش السياحة الداخلية خلال الأشهر الأخيرة جعل السياح التونسيين يحتلون المرتبة الأولى من حيث العدد الإجمالي للسياح في هذا الموسم. معناها نشجع السياحة ومداخيل للبلاد، معناها هذه كلها مداخيل البلاد، في عوض أنت تمشي تنفع بلاصة واحدة أخرى، يعني تعمل سياحة نقولوا في الأوروب ولا في بلاصة أخرى، تجي لهنا لتونس تنفع بلادك، ومعناها دون تولي كا أنت مش تكون رابح. التونسي هذاك إمكانياته وحسب رأيي زد نحب مثلا نعاون السياحة التونسية، هذاك الحل الآخر. كان هما يفرحوا بينا ينجموا نحن نحيوا السياحة بالتوانسة في بعضنا. المستثمرون في القطاع السياحي لا يخفون ارتياحهم لارتفاع توافد عدد السياح التونسيين على الوحدات السياحية لما يوفره ذلك من مداخل هامة تعوض شيئا من خسارتهم جراء تراجع مداخيل القطاع بسبب تداعيات الحرب على الإرهاب. هي تو من 2011 بريسك، معناها تنجم تقول اللي التوانسة هم الوحيدين ومعامد زيري اللي رجعوا السياحة، معناها ولت ثم شوية سينو انت البلو فاليو تشوف في رمضان كالما كومبليتمون. من جانبها وضعت وزارة السياحة خطة لتشجيع المواطنين على الإقبال على الفضاءات السياحية واستهلاك المنتوج السياحي المحلي. توا وصلنا كلمة انشغال طعمناه، السوق التونسي محسوب هو أول سوق في للنزل، دونك حاجة هامة ياسر، واحنا التركيز اللي لازم نعملوه ما يلزمش تكون حاجة اكسيدونتال خاطر فما خاطر ما جاوش من برا التوانسه لقاو بلاصه، لازم نهيئوا السوق الداخلي باش يولي حاجه عاديه. ويرى خبراء في القطاع السياحي ان ارتفاع نسبه السياح المحليين وان كانت تساهم في الحد من خسائر المستثمرين السياحيين فانها لا يمكن باي حال ان تعوض المداخل التي توفرها الاسواق الخارجيه. يعلق المستثمرون في القطاع السياحي آمالا كبيرة على السياح المحليين لتعويض خسائرهم المنجرة عن عزوف السياح الأجانب بفعل الخطر الإرهابي. من مدينة الحمامات الساحلية شرق تونس، توفيق العياشي، الحرة.